طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. حفل تخرج الدفعة الثالثة من قوات الأمن والشرطة بساحل حضرموت. سنكون يوما ما نريد، أبرز حلم الأطفال بالمكلا. التضامن يتوج بكأس الذكرى 51 ليوم الاستقلال 30 نوفمبر. أهلا بكم. بعث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بمناسبة حلول الذكرى 51 ليوم الاستقلال 30 نوفمبر المجيد. وقال محافظ حضرموت في برقيته: نرفع لسيادتكم باسمي وباسم السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأبناء حضرموت كافة أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى 51 ليوم الاستقلال 30 نوفمبر المجيد. وأتمنى المحافظ البحسني أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق لبلادنا كل ما تصبو إليه من أمن واستقرار وتقدم وازدهار. أقامت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقاعة علي هود بعباد المكلا حفلا خطابيا وفني بمناسبة الذكرى 51 ليوم الاستقلال 30 نوفمبر المجيد. وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم الخنبشي ونائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ألقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني كلمة استعرض فيها الإنجازات التي تم تحقيقها في الملف الأمني والخدمي، ومن أبرزها النجاحات الأمنية المتمثلة في توسيع رقعة الانتشار الأمني وتأهيل قوات الأمن والشرطة ودعمها بكل ما تحتاجه لأداء مهامها. كما تناول البحسني نجاح مبادرة السلطة المحلية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كاهل المواطنين، إلى جانب حصول حضرموت على المنحة لدعم الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعودية. وتخلل الحفل لوحة بانورامية فنية بعنوان وطن البحار وقصيدة شعرية نالت استحسان الحاضرين. شهدت مدينة المكلا صباح الخميس المنصرم زيارة للسفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر وسفير المملكة العربية السعودية محمد آل جابر، حيث تخللت زيارة السفيرين حفلا لتسليم مهام قوات خفر السواحل الحضرمية وتدشين المنحة السعودية لدعم كهرباء حضرموت والبحث المشترك في جهود مكافحة الإرهاب بالمحافظة ومناقشة برامج الصندوق السعودي بالمحافظة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. في مستهل حفل عسكري لتسليم مهام أمن سواحل حضرموت لقوات خفر السواحل بحضرموت وبحضور على مستوى دولي بسفيري الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر والمملكة العربية السعودية محمد آل جابر، وعلى المستوى الحكومي بحضور نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم الخنبشي، أشار محافظ حضرموت في كلمته إلى أن حضرموت أسهمت بشكل كبير في الحرب الدولية ضد الإرهاب واستطاعت تأمين مناطقها من المخاطر الإرهابية عقب عمليات التحرير بعزيمة أبنائها وتضحياتهم ومساندة دول التحالف العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الحفل تحدث ممثل القوات البحرية في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء صالح الغامدي إلى أنه تم تدريب وتأهيل 500 من منتسبي قوات مصلحة خفر السواحل من أبناء حضرموت، مشيرا إلى أن الخريجين تلقوا دورات تدريبية في عمليات صعود وتفتيش السفن المشتبهة بها ومكافحة جرائم القرصنة البحرية. وأكد اللواء الغامدي أنه تم تسليم قوات خفر السواحل بحضرموت 37 زورقا مجهزا بالأسلحة والرادارات المتطورة لحماية سواحل حضرموت الممتدة على طول 350 كيلومتر، والتي يوجد فيها 7 مواني رئيسية إضافة إلى عشرات المرفأ الصغيرة. وتخلل حفل التسليم عرضا لفرضيات
أمنية لإيقاف زوارق معادية وعرض عسكري للوحات الرمزية من قوات خفر السواحل، عكس فيها المتخرجون مهاراتهم التي اكتسبوها في الدورات المتخصصة لتأمين السواحل اليمنية. وفي سياق منفصل لزيارة السفير السعودي دشن المحافظ المنحة السعودية لدعم الكهرباء بحضرموت خلال حفل أقيم بميناء المكلا، قدم المحافظ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على تقديمها لهذه المنحة، والتي تأتي في سياق اهتمام المملكة بحضرموت وبجميع المحافظات المحررة، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن هذه المنحة ستساعد السلطة المحلية على تجاوز الأزمة التي يعاني منها قطاع الكهرباء والتكلفة المالية الباهظة التي تتحملها لأجل توفير المشتقات وشراء الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات. وأوضح السفير السعودي لبلادنا بأن الإدارة السعودية حريصة على استمرار التيار الكهربائي في المحافظات المحررة لكونها شريان الحياة والمحرك الأساسي للاقتصاد، ومساعدة السلطات المحلية فيها على تجاوز الأزمات والصعوبات التي تواجههم، لافتا إلى أن مدينة المكلا ستكون مركزا للمنحة وسيستقبل ميناؤها الشحنات وستوزع منها إلى باقي المحافظات المحررة. وتواصلا لزيارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لبلادنا ماثيو تولر، بحث محافظ حضرموت مع السفير الأمريكي جهود قيادة المنطقة العسكرية الثانية في مكافحة الإرهاب. وفي البحث المشترك أكد المحافظ على أن حضرموت أصبحت رقما صعبا في مكافحة الإرهاب، وحققت نجاحات كبرى على التنظيمات الإرهابية، وقدمت نموذجا يحتذى به خلال معارك التحرير لمدن ساحل حضرموت وما تلاها من عمليات ومهام تطهير وانتشار كان آخرها مهمة القبضة الحديدية وقبلها عمليتي الفيصل والجبال السود، وحققت جميعها أهدافها المرسومة بجهود وتضحيات أبناء حضرموت ومساندة ومساعدة ودعم من قبل قوات التحالف العربي. من جانبه أشاد السفير الأمريكي بجهود حضرموت وأبنائها وقواتها العسكرية التي أثبتت مقدرتها في القضاء على الإرهاب واستفسارها في محاربته، داعيا إلى الحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي تحققت لحضرموت. وخلال هذه الزيارة الأولى من نوعها لحضرموت، ناقش المحافظ بمعية السفير السعودي مناقشة برامج ومشاريع الصندوق السعودي للتنمية وإعمار اليمن التي يعتزم تنفيذها في حضرموت. وقدم المحافظ البحسني في ختام اللقاء ذراع حضرموت للسفير آل جابر، تعبيرا لجهوده في دعم حضرموت والوقوف مع أبنائها خلال هذه المرحلة التي يمرون بها. شهد نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم الخنبشي صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الثالثة من قوات الأمن والشرطة بساحل حضرموت ضمن برنامج تدريب وتأهيل وتطوير الأجهزة الأمنية والشرطوية الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الحفل قال نائب رئيس الوزراء بأن البرنامج يعد واحدا من البرامج الأمنية الهامة التي ساهمت بشكل ملموس في إحداث نقلة نوعية في المنظومة الأمنية وتفعيل دورها والرفع من كفاءة وقدرات منتسبيها، مقدما شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على جهودهما في حضرموت واليمن بشكل عام. كما ألقى مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي كلمة أوضح خلالها حجم التحسن الذي طرأ على منظومة الأمن والشرطة بحضرموت خلال الفترة الماضية بفضل الدعم اللامحدود من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هذا البرنامج وتقديمها كل ما يلزم من تدريب الكوادر وتوفير الإمكانيات. وجرى خلال الحفل تقديم عرض عسكري من قبل الخريجين وتكريم المتميزين بشهادات تقديرية. ألقت قوات النخبة الحضرمية يوم الخميس المنصرم القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية بمديرية يبعث غربي مدينة المكلا أثناء محاولتها الفرار من الموقع المحاصر ضمن مهمة القبضة الحديدية التي تنفذها قوات النخبة الحضرمية. وتتكون المجموعة التي تم القبض عليها من 9 أفراد كانوا يحاولون الفرار بعد دخول القوة للمديرية، إلا أن قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية استطاعت تحديد مواقعهم وتمت محاصرتهم والاشتباك معهم حتى قاموا بتسليم أنفسهم. كما تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة هذه العناصر الإرهابية.
يذكر أن المنطقة العسكرية الثانية قد أطلقت عملية القبضة الحديدية يوم 28 نوفمبر المنصرم على العناصر الإرهابية في مديرية يبعث لتوسيع الانتشار في المرتفعات الغربية من ساحل حضرموت ولإحكام القبضة العسكرية على ما تبقى من مديريات الساحل. عثرت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت على جثة الشاب المفقود مرتضى أحمد باشماق بعد 8 أيام من اختفائه مرميا بجانب خط الإسفلت بمنطقة الكم بمديرية العبر، وبعد التحري والتحقيق والمتابعة لمدة 3 أيام في ملابسات الاختفاء تم إلقاء القبض على الجاني من ساكني مديرية القطن، حيث قامت إدارة الأمن بسيوم بالنزول على موقع الجريمة بالتنسيق مع إدارة الأمن بمديرية العبر بعد تلقي بلاغا من أسرة المفقود لعمليات أمن سيئون عن اختفاء ابنهم وبيع الباص التابع لهم لمعرفة ملابسات الجريمة. وخلال التحقيق مع المتهم اعترف ببيعه الباص الخاص بالمجني عليه في سيئون وقيامه بجريمة قتل بطلق نار على الرأس مباشرة أدت إلى وفاة المجني عليه وأخذه لمبلغ قيمة الباص. نظم جمعية الهندسة الإلكترونية والاتصالات بكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت بالتعاون والشراكة مع مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي ورشة عمل في مجال أنظمة الطاقة الشمسية لطلاب المستوى الرابع بمدينة المكلا. وفي الورشة التي قدمها المدرب عبد الرحمن بن هرهرة تلقى المشاركون عدد من المهارات والمعلومات في مجال منظومة الطاقة الشمسية ومكوناتها وآلية عملها ومكونات الخلية الشمسية وكيفية تحويل الطاقة الضوئية إلى كهربائية. وقام المشاركون بعملية التطبيق العملي لتعريفهم على كيفية الربط والاستخدام الصحيح حتى تكون أكثر جدوى وأطول مدة. هذا وتأتي هذه الورشة ضمن خطة جمعية الهندسة الإلكترونية والاتصالات لتعزيز العملية الأكاديمية والتطبيقية بالكلية وربط الجانب النظري بالجانب العملي وتنمية قدرات الطلاب في مجال تخصصهم. أقيم صباح اليوم بقاعة علي وهود بعباد برئاسة الجامعة بفوا فعالية ترعى حلم الأطفال، يحقق الطفل ما يريده ويطمح إليه، بتنفيذ من قبل فرع مدارس المعارف الحديثة بالمكلا قسم البنات. وتم خلال الفعالية تقديم أوبريت بعنوان سنكون يوما ما نريد، وهو عبارة عن استعراض مسرحي يظهر الواقع الذي يعيشه الطفل والبيئة والتي تبعث في كثير من الأحيان اليأس والشتائم والتراجع عن تحقيق آماله وطموحاته. ويجسد الأوبريت على أن يتمسك الطفل بحلمه الذي سيكون يوما ما واقعا ملموسا، وتم عرضه بشكل درامي مسرحي غنائي لإيصال رسالة حلم الأطفال. دشن مكتبي وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت برنامج مهرجان المحبة والسلام الرياضي للشباب تزامنا مع الذكرى 51 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر. وسيستمر المهرجان خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الجاري، حيث سيشمل المهرجان على العديد من الفعاليات الرياضية التي تنظمها فروع الاتحادات الرياضية ومفوضية الكشافة والمرشدات. وفي فعالية التدشين نظم فرع اتحاد الدراجات بوادي حضرموت سباق الدراجات بمشاركة 9 ثانويات بمديريات تارين وسيئون والقطن وشباب لمسافة 15 كيلومتر بمشاركة 46 متسابق. تأهل فريق الوحدة بتريم إلى الدورة الربع النهائي لبطولة كأس حضرموت بعد فوزه عصر أمس على فريق الريان بساب ركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب الشهيد جواس بسيئون. وسط حضور جماهيري غفير امتلأت به مدرجات الملعب يتقدمهم نائب وزير الشباب والرياضة الأستاذ منير الوجيه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي. وفي الساحل في نفس البطولة تغلب فريق نادي التضامن على ضيفه فريق نادي الريدة الشرقية برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهم على ملعب الفقيد برادم بالمكلا. توج فريق نادي التضامن بكأس الذكرى 51 ليوم الاستقلال 30 نوفمبر في مباراة جماهيرية كبيرة على أرضية ملعب الفقيد برادم بالمكلا. التفاصيل أوفر مع الزميل فادي حقان في هذا التقرير.
الأرض والجمهور كانا عاملين مساعدين وأساسيين لرحلة فريق نادي كرة القدم بنادي التضامن الرياضي في بطولة كروية سادسة، وفي مواجهة مع ضيفه المجتهد والمحترم فريق كرة القدم بنادي الريدة الشرقية في مواجهتهما ما قبل ختام مباريات الدور 16 من المسابقة الحضرمية السادسة التي يرعاها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج السالمين البحسني، وبتنظيم من اللجنة الرئيسية للبطولة وتحت شعار حضرموت تجمعنا، ذلك حين استطاع أبناء شرجبة سالم من تحقيق الفوز برباعية نظيفة عصر أمس الجمعة 30 من نوفمبر على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا. بهذا الفوز المستحق يواصل التضامن زحفه نحو الوصول إلى هدف التتويج باللقب والصعود إلى دور الثمانية، فيما تبقى مباراة واحدة لأندية الساحل بين فريق نادي سمعون الشحر ونادي هلال فوة الجمعة القادم. إلى ذلك توج فريق كرة القدم بنادي التضامن الرياضي بطلا لكأس الذكرى 51 لعيد الاستقلال المجيد 30 من نوفمبر، ذلك بفوزه على ضيفه فريق الريدة الشرقية بأربعة أهداف في مباراة الأمس على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا. وجاءت هذه المواجهة متزامنة مع هذه المناسبة الوطنية في هذه البطولة الكروية السادسة التي يرعاها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج السالمين البحسني. وعقب المباراة التي شهدها حضورا بالمنصة الشرفية حضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي بضاوي، ومدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي، ومدير مكتب وزارة الشباب والرياضة الكابتن حسن صالح مسيدي، ودرويش عبد الله سويد رئيس اتحاد كرة القدم بالساحل نائب رئيس اللجنة الرئيسية لبطولة كأس حضرموت، وبمعية مستشار وزير الشباب والرياضة محسن علي العطاس، وجمع من الشخصيات الرياضية وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية، وجمع غفير من الجماهير الرياضية من رابطة الناديين والمتابعين لهذا الحدث الكروي الذي امتلأت بهم مدرجات ملعب الفقيد بارادم بالمكلا بالكامل. وتم التسليم من قبل الضيوف قائد فريق تضامن كأس المناسبة مع كأس الوصافة لقائد فريق الريدة الشرقية، وهدية أفضل لاعب في المباراة كانت من نصيب اللاعب أحمد البيتي ملك، وهذه الجوائز هي مقدمة من مؤسسة بن كردوسي للتنمية. وفيما تواجدت أثير إذاعة المكلا في الملعب لنقل وقائع وأحداث المباراة بصوت المعلق الرياضي المخضرم الأستاذ غالب محمد بافطيم إلى جانبه الزميلان المذيع فهيم بخريب والمراقب للبث خالد بلكساح. حصد لاعبو منتخب حضرموت للسباحة مراكز متقدمة في بطولة عدن الخامسة للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 3 كيلومترات، والتي أقيمت في بحر ميناء السواح بمديرية التواهي بالعاصمة عدن بمناسبة احتفالات شعبنا بعيد الاستقلال 30 من نوفمبر. وتحصد منتخب حضرموت على المركز الثاني والثالث والرابع بمشاركة 32 سباحة من نخبة السباحين بالجمهورية. وعبر المشرف الفني للاتحاد العام اليمني للسباحة والألعاب المائية محمد بامعلم ورئيس فرع اتحاد السباحة بحضرموت فوزي القمزاني بارتياحهم الشديد وسعادتهم الغامرة بما قدمه منتخب حضرموت من أداء وجهود في السباق، تكلل بنجاحهم وحصولهم على المراكز المتقدمة مباركين لقيادة المحافظة ومكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت بهذا الإنجاز الكبير، متمنين لهم التوفيق في قادم البطولات. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. حفل تخرج الدفعة 3 من قوات الأمن والشرطة بساحل حضرموت. سنكون يوما ما نريد أبرز حلم الأطفال بالمكلا. التضامن يتوج بكأس الذكرى 51 ليوم الاستقلال 30 من نوفمبر. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.